بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لقد فرغنا في المحاضرات الماضية قبل الصلاة من الحديث عن صفات أولي الألباب كما ذكرها الله جل جلاله في كتابه: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها. وعدن يعني جنات إقامة دائمة، وما هم منها بمخرجين، يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. فإن من تمام النعمة أن يجمع الله بين الأحبة يوم القيامة. وإذا أُولِي التفاوت في الدرجات فإن الله يرفع أصحاب الدرجات الدنيا ليلحقهم بأهلهم وأقربائهم من ذوي الدرجات العليا، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم أبجريد، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. نعم، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. يقول الحمد لله على السلامة. نعم، فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. الملائكة يدخلون عليهم من كل باب يهنئونهم بدخول الجنة ويسلمون عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة. يعني في حديث أخرجه الإمام أحمد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره. قال: ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. فيقول الله تعالى لمن يشاء من ملائكته: ائتوهم فحيوهم. فتقول الملائكة: نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك، أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء ونسلم عليهم؟ فيقول: إنهم كانوا عبادا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب لكي يقولوا لهم: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. طب بعد أن فرغت الآيات الكريمة يعني من وصف أحوال السعداء وما أعده الله لهم في دار كرامته، تقلت بعد هذا إلى الحالة المقابلة، إلى وصف أحوال الأشقياء وإلى ذكر صفاتهم. فقال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، أول عهد هو التوحيد، عهده مع ربه على تجريد التوحيد له وتجريد الاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. فعندما ينقض عهد الله جل وعلا على هذا النحو وقد أخذ الله عليه ميثاقا في عالم الذر، ثم أخذ الله عليه ميثاق الفطرة، ثم أخذ الله عليه ميثاق الرسل، في ثلاثة مواثيق أقامها الله جل وعلا على عباده حجة عليهم. الميثاق الأول ميثاق
الذي أخذه عليهم في ظهر أبيهم آدم، إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. الميثاق الثاني ميثاق الفطر على التوحيد، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الميثاق الثالث ميثاق الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لكن الله جل وعلا رحمة منه وفضلا وحنانا منه ومنا لا يعذب إلا بميثاق الرسل، لم يجعل يعني العذاب لا على الميثاق السابق ولا على الميثاق الفطر على التوحيد، إنما على ميثاق الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والعذاب يستحق بأحد سببين، إما بمعاندة الحجة بعد ظهورها أو بالإعراض عنها، إما أن يعاندها الحجة تقام عليه وتكون واضحة جلية فيعاندها ويراغمها تكذيبا أو ردا. التكذيب حاجة والرد حاجة تانية. التكذيب هو نسبة الكذب إلى الخبر أو إلى المخبر، الرد إنما هو الرفض والإباء والتمرد، حتى مع اعتقادي أن الخبر في ذاته صدق، كما كان الكفار يعتقدون أن محمدا صادق وأنه حق الرسول من عند الله، لكنهم عنادا واستكبارا يعني وإباء وتمردا محضا وهوى بحتا كانوا يرفضون الطاعة له. وعارفين قصة يعني أبو جهل عندما سأله أحد الناس فقال هل أنت فعلا في شك أن محمد الرسول؟ قالوا لا. طب إذا لا والمعارك والحرائق كلها دي ليه؟ قال تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، فإذا أطعموا أطعمنا وإذا سقوا سقينا، حتى إذا تجاثينا على الركب وصرنا كفرسي رهان، قالوا منا نبي فمن أين لنا نأتيهم بمثلها؟ جيب لهم نبي منين عشان ننافسهم؟ نعم، واللاتي والعزى لا نؤمن له أبدا. في فرق بين التكذيب وبين الرد. التكذيب في الغالب يكون باللسان وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني إن العذاب يستحق إما يعني بمعاندة الحجة بعد ظهورها تكذيبا أو ردا، أو بالإعراض عن الحجة. قل لا لا الموضوع ده كله مش عايزه، هو يرفض أن يسمع ابتداء، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. أما الجهل يعني فهذا هو الذي نفى الله العذاب عن أصحابه حتى تقام عليهم الحجة الرسالية. فمن بلغته رسالة ونذارة في الدنيا فقد زالت عنه غشاوة الجهالة، ومن لم تبلغه في الدنيا امتحن في عرصات يوم القيامة، فإن علم الله من قلبه أنه لو جاءته رسالة في الدنيا لأقر لها وآمن بها يوفق في امتحان يوم القيامة لكي لا يدخل النار أحد إلا وهو مقر بذنبه معترف بأن النار أولى به، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وللمرة يعني العشرة ولا الكام بنقول إن السمع والعقل المنفي ليس يعني ليس الجارحة وليس الحاسة، الحاسة موجودة، هو بيسمع أوي كان سمعه مية مية وبيشوف كويس جدا كانت نظره 6/6، ليس هذا هو المنفي، إنما هو سمع الاهتداء وعقل الانتفاع وبصر الانتفاع. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أسأل الله لي ولكم العافية. نعم، والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ومرة ثانية ما أمر الله به أن يوصل، لأن القطع لا يكون مع الرحم فقط، وإن كان هذا صورة بشعة من صور القطع، لكن أن تقطع جماعة المسلمين
ألا تغشى مجالسهم، ألا تعود مرضاهم، ألا تشيع موتاهم، ألا تدعم أنشطهم، وتجعل ودك وعلاقاتك ووجهك كلها مع غير المسلمين. هذا قطع لما أمر الله به أن يوصل. إن في المسجد يعني جماعة لابد أن تكثر سوادها وأن تدعم نشاطها وأن تؤازرها على ما عندها من الحق والخير. يعني فالذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يعني يقطعون أرحامهم ويقطعون أقاربهم ويقطعون صلتهم بكتاب ربهم، يقطعون صلتهم بنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، يقطعون صلة بأعمال الخير ومناشطه، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض. وقد قال ربي جل وعلا وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. سبحان الله، أنا أدعوك إلى المقارنة بين وضعين. المؤمنين الصالحين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هذا شأن الجماعة المسلمة عند التمكين. يعني فهم يحملون الناس على مقتضى النظر الشرعي في أمورهم الدينية وفي سياساتهم الدنيوية. إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. النموذج الثاني إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها وأهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. نعم، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة. لعنة الطرد من رحمة الله، اللعنة الطرد من رحمة الله. وقد لعن الله الكفار، وقد لعن الله كثيرا من أصحاب المعاصي، لكن تعاملنا مع اللعن عندما نتعامل مع أصحاب الكبائر لا نشير إلى معين بعينه لنلعنه، إنما نلعن الجنس. لعن الله السراق، لعن الله الظلام، لعن الله المجرمين. أما شخصا بعينه ممن ينتسب للإسلام في الجملة فلا ينبغي لعنه، لا ينبغي توقيع أو تطبيق هذه القاعدة عليه، لأن لحوق الوعيد بمعين من الناس يتوقف على تحقق شروط وانتفاء موانع. اللعنة هو الطرد من رحمة الله، فمن أدراك أن هذا الشخص سوف يختم له بما تراه عليه الآن. إن الرجل يمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن المهدي يصلحه الله في ليلة. قبلها كان شخص عادي، لكن الله جل وعلا يصلحه في ليلة. سحرة فرعون كانوا يقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، وفي لحظة من اللحظات الله أعلم كم استغرقت وكم استمرت، آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، هاعمل وسوي، اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. ولهذا لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله، لا ينبغي لأحد أن يلعن مؤمنا، ينبغي التحوط والاحتياط والاحتراز في إطلاق هذه الألفاظ على أحد الناس ممن ينتسبون إلى جماعة المسلمين. لعن المؤمن كقتله، واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. فلا تعن الشيطان على أخيه. الصحابي كان يكسل من شرب الخمر ويجاء به للنبي صلى الله عليه وسلم، فلعنه أحد الصحابة وقال لعنك الله ما أكثر ما يجاء بك، خبريه ما تتوب ما تخلص. النبي صلى الله عليه وسلم نهاه وقال لا تعن الشيطان على أخيك. نعم، فوالله ما علمت عنه إلا أنه يحب الله ورسوله.
شخص لما المجتمع الإسلامي عندما يشرك أن يسقط يجد يدا حانية تستقبله تحول بينه وبين السقوط. يعني إن هذه الرحمة لم تمنع رسول الله من إقامة الحد عليه، لكن حملته على أن يمنع هذا الصحابي من أن يلعنه لكي لا يكون عونا للشيطان على أخيه، ثم ذكره بما فيه من الخير إنه يحب الله ورسوله. الصحابي هذا كان أمره عجيبا، كان من أكثر الناس طرفة ودعابة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يعني يضحك النبي عليه الصلاة والسلام. يأتي بعض التجار إلى المدينة ومعهم عسل مثلا، يشتري قطفة عسل ممتازة ويأخذها للنبي صلى الله عليه وسلم هدية وما يدفعش ثمنها، فيأتي صاحبه فيأخذه للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له أنا جئت به لكي تدفع له ثمن هذا. قال يقول له ألم تهده لي؟ جئت لي هدية أدفعها إزاي؟ فيقول له أنا لا أجد ثمنها. وتتكرر مرة حتى تسامنا، مرة شوية عسل، مرة مش عارف كذا. كانت له مداعبات مع النبي عليه الصلاة والسلام من هذا النوع. وعنده نقطة الضعف هذه بقايا الخمر. الخمر كانت مباحة، لم تكن محرمة، جاء تحريمها لاحقا وجاء تحريمها على مراحل، ومن كان مبتلا بها عشان يقلع نفسه عنها يحتاج إلى مجاهدة كبيرة. فكانت نفسه تضعف وتعاوده إلى الشرب مرة أخرى، ويعني وتقام عليه البينة ويقام عليه الحد، ثم يرجع مرة أخرى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل من الصحابي أن يلعنه، وقال لا تعن الشيطان على أخيك، فما علمت عنه إلا أنه يحب الله ورسوله. أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. يعني هذا في مقابل نعمة عقبى الدار، هنا يقول ولهم سوء الدار، النار، وما أدراك ما النار، أوقد الله عليها ألف عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها ألف عام حتى بيضت، ثم أوقد عليها ألف عام حتى سودت، فهي سوداء مظلمة ليس للهيبها ضوء. أسأل الله لي ولكم العافية. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الله جل وعلا يقسم الرزق بين عباده وفق ما تقتضيه حكمته المكنونة في غيبه المستور. إن من عباد الله ما لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغناه الله لفسد حاله. نعم، وإن من عباد الله ما لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقره الله لفسد حاله. والله جل وعلا يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفق ما اقتضته حكمته المكنونة جل جلاله في غيبه المستور. ثم قال وفرحوا بالحياة الدنيا. الكفار فرحوا بإقبال الدنيا عليهم وإقبالها عليهم استدراج لهم من الله عز وجل، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. إذا رأيت الله ينعم على عبد وهو مقيم على معصيته فاعلم بأنه مستدرج. إذا رأيت الله ينعم على عبد وهو مقيم على معصيته فاعلم بأنه مستدرج. نعم، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وبعدين فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وفرحوا بالحياة الدنيا، ثم حقر هذه الحياة في مقابلة الآخرة، فقال وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الحديث رواه مسلم في الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بما ترجع. أدخل صابعك في البحر، كم أنقص صابعك هذا ما علق به من البلل أو من آثار الماء، كم أنقص من البحر. هذا شأن الدنيا بالنسبة للآخرة،
وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وفي الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم مر بجدي أسك ميت، أسك يعني أذناه صغيرتان وميت، هل له قيمة؟ ميت ملقى. فقال والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهله حين ألقوه. إن هوان الدنيا على ربنا جل جلاله كهوان هذا الجدي الأسك الميت على أهله حين ألقوه. طيب، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. لقد سبق الحديث عن هذه الآية أو يعني عن آية مماثلة فيما سبق. كفار يقترحون من الآيات ما يقترحون، ويفعلون هذا على سبيل التعنت والتعجيز وليس على سبيل التماس الدليل الذي يقيم لهم الحجة على صدق الرسول، فإن الله قد أعطى رسوله من البينات ما أقام به الحجة على عباده. ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن الناس، وقد كان الذي أوتيته وحيا وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. إن الله جل وعلا قادر على أن يجيبهم، لكن هل ترى لو أن الله أجابهم كانوا سيؤمنون؟ لا والله. الله جل وعلا يقول ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا يشاء الله. بل يقول ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. إن بل قال يوم القيامة أنهم يقولون يعني ربنا أخرجنا نعمل صالحا، يعني رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. طيب الله جل وعلا يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إيه رأيك؟ ولو ردوا، والله أحد المشيخ كان يقول والله لولا أن الله قالها ما صدقتها. بقى يعني واحد يوم القيامة يبعث ويشوف النار بعينيه والدنيا كلها ويأخذ فرصة يرجع ويكفر تاني لما يرجع، أيها ربنا الكريم ولو ردوا الذي خلقهم ويعلموا يعني سرائرهم وبواطنهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. اللهم اهدنا يا رب فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت يا رب العالمين. نعم، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الهداية والإضلال بيد الله جل جلاله، الهداية والإضلال بيد الله عز وجل. من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، لكن الله جل وعلا يفعل هذا وفق حكمة وفق قواعد وقوانين عادلة يعني تجسد عدله وفضله جل جلاله. إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. من قبل عن الله هداية البيان فإن الله يمنحه هداية التوفيق، ومن رد هداية البيان فقد حرم نفسه من هذه ومن تلك. إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. في طبعا الناس الله جل وعلا طمس على بصائرهم، اختاروا هم طريق الغواية، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ثم قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. لا تطيب القلوب ولا تطمئن إلا بذكر الله عز وجل وأن ترضى به مولى
وأن تتخذه وكيلا وأن ترضى به نصيرا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. فقالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله عز وجل. ومن أدخى نفسه في حصانة الذكر فقد أدخى نفسه في حصن الحصين. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث يحيى ابن زكريا والكلمات الخمس، فمن بينها وآمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا، نعم، حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منه. فكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. طوبى لهم يعني خير لهم، أو يعني غبطة لهم، يعني كلمة تقال للرجل أي أصبت خيرا. طوبى لهم وحسن مآب. ومنهم من قال إن طوبى هي أرض الجنة أو اسم من أسماء الجنة، يعني فإما أن يكون المقصود بها أنها كلمة طيبة يقال نعمة العقبة ونعم المآل ونعم الخير الذي أصبته، أو أن يقال إنها الجنة، أو أن يقال إنها شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يبلغ لها منتهى. في حديث الإمام أحمد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: يا رسول الله، طوبى لمن رآك وآمن بك. طوبى خير وغبطة وسعادة لمن رآك وآمن بك. فقال: طوبى لمن رآني وآمن بي. ثم قال: وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. فطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. قاله رجل: وما طوبى؟ فقال: شجرة في الجنة مسيرتها 100 عام، نعم، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. البخاري ومسلم عنده حديث: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: وظل إيه؟ ممدود. وظل ممدود يسير الراكب في ظلها 100 سنة لا يبلغ لها نهاية، لا يبلغ لها قرارا. سبحان الله. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. ثم قال تعالى: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. هذه تعزية من الله جل وعلا لنبيه: أرسلناك في هذه الأمة كما أرسلنا من سبقك من النبيين إلى أممهم. لقد كذب أقوامهم فحقت عليهم كلمة ربك، وإن كذبك هؤلاء واستداموا على كذبهم وعنادهم وكفرهم فقد خلت من قبلهم المثلات، فاعتبروا يا أولي الأبصار، سيحل بهم ما حل بمن سبقهم من الأمم، وإنها لبسبيل مقيم وما هي من الظالمين ببعيد. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. كانوا يأنفون من اسم الرحمن، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. صلح الحديبية أبى المشركون أن يكتبوا اسم الرحمن، قالوا: أما الرحمن فما ندري ما هو.
اكتب كما كنت تكتب باسمك اللهم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو. وقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. يبقى الله جل وعلا يعزي نبيه فيقول له لقد أرسلناك في هذه الأمة كما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلى أنبيائهم إلى أقوامهم وأممهم. وإذا كان من خلوا من الأقوام السابقين قد كذبوا بأنبيائهم فحقت عليهم كلمة ربك فإن كذب هؤلاء مثل تكذيبهم وعاندوا مثل عنادهم فسوف تدركهم سنة الله عز وجل التي أدركت من سبقهم من المكذبين والمجرمين. نعم ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. كما جاء نصرنا لمن سبق من المرسلين فسوف يأتيك نصرنا كذلك. ولا مبدل لكلمات الله، سنة ماضية وثابتة ومقيمة، ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. إذا كان القوم يكفرون بالرحمن ويأنفون من ذكره فإن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن كما تعلمون. قل هو ربي لا إله إلا هو، هذا الذي تكفرون بربوبيته وتجحدون اسمه الرحمن أنا مؤمن به خاضع له مقر له بالربوبية والألوهية، هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ثم قال تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. طيب أين جواب الشرط هنا؟ محذوف، تقديره لكان هذا القرآن. لو أن كتابا من الكتب السماوية تسير به الجبال أو تقطع به الأرض أو تكلم به الموتى لكان هذا الكتاب هو القرآن الكريم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس. وأنتم تعلمون أن كفار مكة جاءوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يزحزح هذه الجبال وأن يبدلها وأن يبدل أرضها مكة مروجا وسهولا ليستنبتوا فيها الجنات والعنب والنخيل والزروع. واقترحوا هذه تلك المقترحات فأنزل الله تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. ثم يقول حافظ ابن كثير رحمه الله إن كلمة قرآن ربما تطلق على الزبور أو على الكتب السابقة من حيث الدلالة اللغوية، فيعني في الباب حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم خفف على داود القرآن فكان يأمر بدابته أن تسرج فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته وكان لا يأكل إلا من عمل يديه. حديث رواه البخاري. المقصود بالقرآن القرآن هنا هو الزبور، يعني المعنى اللغوي للكلمة ما يقرأ. نعم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، لو أن كتابا سماويا تسير به الجبال أو تقطع به الأرض أو يكلم به الموتى لكان هذا الكتاب هو القرآن الكريم. نعم ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما على مثله آمن الناس وقد كان الذي أوتيته وحيا فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ليه؟ لأن المعجزات الحسية تنقضي بموت أنبيائها.
أما القرآن حجة باقية مشهودة محسوسة مسموعة مقروءة على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وينطفئ سراج الحياة. بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا؟ أفلم ييأسوا من إيمان الناس ولو شاء الله لهدى الناس جميعا؟ أو تحمل كلمة ييأس معنى أولم يتبين أولم يعلم؟ فيها تفسيران. أن تفسر ييأس بمعنى يعلم أو يتبين، أولم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. الحديث موصول بعد الصلاة إن شاء الله. جزاكم الله خيراً.